انا بجد مش قادر اصدق كل اللي انت مريتي بيه ده، ومع ذلك فضلتي متماسكه واقفه على رجلك. انت بجد بطله يا نور، وبصراحه انا مبسوط جدا ان انت قررت انك تثقي فيا وتحكي لي حكايه زي دي. مش هكدب عليك يا يوسف، ترددت قوي قبل ما احكي لك الموضوع ده. الحكايه صعبه وتقيله والموضوع يكسف قوي، وانا عملت ذنب كبير كبير قوي، ومش عارفه لو ربنا هيسامحني ولا لا. ما تقوليش كده يا نور، ربنا خلقنا كلنا بشر، وبشر يعني لازم نغلط عشان نتعلم. احنا مش ملائكه وعمرنا ما هنبقى ملائكه، فانا مش عايزك تحملي نفسك فوق طاقتها. استغفري ربنا على اللي حصل، اعملي خير في المقابل، ان الحسنات يذهبن السيئات. بصراحه يعني مامتك عندها حق في كل الكلام اللي هي قالته، انت لازم فعلا تقطعي علاقتك بيهم، الناس دي مصدر اذى كبير ليكي وانت لازم تبعدي عنهم. انا اصلا ما قلتلهاش كل اللي حصل مع اياد، وحكايه حنان ما كملتهاش للاخر. عموما انا قطعت علاقتي بيهم خالص، حنان مش مكلمها واياد مش برد عليه، وهما الاثنين بيبعتولي برسائل وما بعبرهمش. برافو عليكي، لا تعبريهم ولا تسالي عليهم. انا مش فاهم اياد ده ازاي قريبك، ده المفروض كان يحافظ عليكي ويحطك جوه عينيه. حكايتك غريبه قوي يا نور، وانا حاسس ان ليها حكمه كبيره في النهايه. بس انا عايزاها تخلص. هتخلص، هتخلص ان شاء الله، وهتفتكريها وهتحكيها لكل الناس اللي حواليكي كمان، كتجربه مهمه جدا وصعبه انت مريتي بيها وخرجتي منها وانت واقفه على رجلك. انا مش هكدب عليك، انا لسه خايفه، بس يعني هيحصل ايه اكتر من اللي حصل. طب وليه ما نقولش ان مهما حصل ومهما يحصل انت برضو قدها وقدود، وزي ما عديتي من اللي فات هتقدري تعدي من اللي جاي، وانا جنبك عمري ما هسيبك. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.